خلينا نروح ايضا للدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. يعني اولا سعداء جدا جدا بما يحققه مجلس اداره النادي الاهلي من انجازات. ليه بقول مجلس اداره النادي الاهلي؟ مش عشان حضرتك معايا، ولكن لان حضراتكم بتمثلوا 70 80 او يمكن اكتر شويه 90 مليون اهلاوي، وبالتالي تستحق كل التحيه وكل الاحترام وكل التقدير يا دكتور محمد. صح يا كابتن اسلام، احنا يعني سعداء بما يحققه النادي الاهلي. مجلس الاداره جزء من النادي الاهلي بكل مقوماته، من جمهور وعاملين ومشجعين ومساندين. واذا كنت حضرتك بتقول 80 90 مليون، اعتقد ان حضرتك تقصد في مصر. في مصر طبعا، بس النادي الاهلي مئات الملايين خارج مصر الحمد لله. يعني ربنا يديم الفرحه. يا رب دايما يديم الفرحه. امبارح المنظر مشرف جدا، كل حاجه حلوه، كل حاجه محترمه. يعني حتى في الفيديو اللي احنا كنا بنعرضه من شويه، كابتن محمود خد حضراتكم كمجلس اداره اللي ما كانوا موجودين، اعتقد كلكم اللي كنتوا موجودين، ورحتوا للجمهور وحيتوه. اللقطه دي اعتقد فيها تعليم للاجيال، ان مش يعني مش واحد بس اللي بياخد اللقطه. مفيش حاجه اسمها حد ياخد لقطه، ولكن في حاجه اسمها مجلس اداره بيحاول ان هو يبذل قصارى جهده، وفي النهايه التقدير بيجي من الجمهور اللي انتوا رايحين تقدروه يا دكتور محمد. الحمد لله، هو الجمهور ده هو كل شيء بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن محمود كرئيس نادي تحمل ان يمشي نص الملعب، كانت رجله وجعته ساعتها في النزول من المدرجات وكده، لكن تحمل واثر. وكلنا رحنا نحيي هذا الجمهور اللي هو كل شيء بالنسبه للنادي الاهلي، الجمهور اللي بيعمل كل شيء اكثر مننا وافضل مننا بكثير. هو ده النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت. نتمنى ان احنا مش دايمين ومحدش دايم. بالظبط. وهيدوم ان شاء الله دائما النادي الاهلي. فنتمنى ان كل واحد يشوف هذه اللقطات يتعلم يعني ايه نادي الاهلي. ايوه. يعني ايه احترام جمهور؟ يعني ايه اقرار بالافضال قبل هذا الجمهور؟ لازم نعمل كده عشان كل اللي بعدينا يفكر كده، ويظل النادي الاهلي هو النادي الاهلي برجال مختلفين عن الكل. يعني اعضاء مجلس اداره موجودين حاليين واعضاء مجلس اداره سابقين ايضا، من الامور التي يجب ان ينظر لها بمنتهى الاحترام والتقدير. طبعاً يا دكتور محمد. طبعا احنا المؤسسه الوحيده اعتقد في الدنيا اللي بتشوف حضرتك فيها السابقين قبل الموجودين. ما عندناش ان احنا خلاص انا تواجدت في الكرسي اللي فات يطلعي. كابتن حسن حمدي، كابتن محمود خطيب بيصر انه يكون موجود في كل شيء يخص النادي الاهلي، في كل بطوله مهمه، في كل حدث مهم، اللي بيكون مكانه اول مكانه كابتن محمود بيقعد جنب. احنا الحمد لله اتعلمنا في النادي الاهلي احترام الكبير والاصول في التعامل امور لا تجدها حضرتك ولا تراها الا في النادي الاهلي. ربنا يحفظه ويديمه. دكتور محمد، انا شايفك مبسوط، عمال تقول للجمهور يلا في اللقطه اللي امامنا دي. يعني الانبساط بعد المباراه اعتقد كان له طعم خاص، خصوصا من واحد اهلاوي قلبا وقالبا. يعني الحمد لله، ما هم دول كل شيء، هم دول اللي بيبذلوا له كل شيء للنادي الاهلي، هم دول اللي ماتوا عشان النادي الاهلي. نعم. عمرنا ما ننسى فضلهم. نعم. دكتور محمد، امبارح المباراه حضرتك كنت شايفها ازاي، والفرحه ما بعد المباراه كنت شايفها ازاي؟ المباراة قبل بدايتها كنت شايفها يعني بتمنى فقط فضل الله وكرمه وتوفيقه. وانا عمري ما بفكر في السيناريوهات حمدي، لا كل صعب. انا مش طالع لا بجد فعلا يا دكتور، حضرتك بتفكر فيها كده؟ دائما انا بشوف ان اخراج ربنا لكل شيء افضل. طبعا. بس حضرتك ما بتحطش مثلا في دماغك لو جبنا جون، عملنا حاجه، دخل فينا جون لا قدر الله بتاع، ما بتحطش الكلام ده في دماغك؟ لا اكيد طبعا بتشد. يعني لما جه فينا جول امبارح اتضايقت جدا، ولما ابتدت الفرصه تقل وبفكر لا قدر الله استمرت كده بفكر وبخاف، لكن سايبها على الله. لكن كان عندي كمان ثقه مهوله في كرم ربنا اولا، ثم في لعيبتنا. وده اللي قاله لي كابتن محمود احنا راجعين بعد ما تحيينا جمهورنا بنتمشى، قال لي اجمل حاجه في الموضوع ان الفرقه مستقره ثابته، دي فيها جول انهى املها في البطوله ان 1-0 كان الوداد ياخد. فضلت مستقره، ما تهزتش، ما فقدتش ثقتها في نفسها، والحمد لله سيطروا على الملعب وسيطروا على المباراه وكسبنا وخدنا البطوله. يعني النادي الاهلي دائما
لنا ثقه شديده جدا فيه. الحمد لله كل الامور منضبطه والضوابط اللي بتتحط للاداره لاداره كل الامور داخل النادي الاهلي بتجعلنا دائما واثقين فما بنخافش الحمد لله، متكلين على الله واللي بيجيبه ربنا هو الافضل ان شاء الله. دكتور محمد، في بعض الاوقات في منتصف الموسم او يعني من شهرين ثلاثه كده بعد مباراه سان داونز حصلت بعض الانتقادات، بتقابلوا هذه الانتقادات ازاي؟ احنا يعني لا نصغي لاي امور، احنا مسؤولين. أيوة. لان المسؤول بيفكر ازاي يخرج بنتيجه اي شيء، وخصوصا ان احنا في عصر صعب جدا وهو عصر السوشيال ميديا بتاثر على الناس بشده، فاحنا لازم ننسلخ ونخرج من هذه الامور تماما. احنا مسؤولين، احنا مجلس اداره يفكر في ازاي نطوي صفحه امبارح، ونفكر امبارح لا قدر الله كان في اخفاق او حاجه بنفكر ازاي نعدله على طول. امبارح كان في انتصار فرحه تكون قليله جدا، وثاني يوم نفكر في اللي جاي. ما بنركزش قوي في اللي حوالينا، لو ركزنا في اللي حوالينا هنتشتت وما نبقاش مسؤولين. احنا بنفكر دائما من منطلق المسؤوليه عن النادي، ازاي نعمل كل ما هو جيد ومفرح لجمهورنا ان شاء الله. دكتور محمد، السنه دي يعني هو كشف حساب سريع جدا، تقريبا من 22 بطوله في العاب الصالات بالكامل سواء سله طايره يد كله 22 بطوله، خدنا 18 بطوله كره القدم. بسم الله ما شاء الله، كره القدم حتى الان كل البطولات اللي احنا دخلناها خدناها، ويتبقى الدوري لسه قدامنا كم ماتش ربنا يكرمنا فيهم، والقادم بعد كده كاس مصر. وبالتالي اعتقد ان ده موسم رائع جدا جدا، يختص او السبب الرئيسي فيه طبعا جمهور النادي الاهلي. لو حضرتك حابب تقول حاجه في ظل هذه الانجازات، وطبعا ما ننساش اللي حصل في التجمع الخامس وافتتاح المقر الجديد للنادي الاهلي في التجمع الخامس بتكلفه اجماليه مليار ونصف مليار في ظل هذه الظروف، فاعتقد امور كثيره جدا جدا يستحقها او تستحقها عائلات النادي الاهلي في ظل هذه الظروف وفي ظل الفرحه دي. عايز تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ نحن يا كابتن اسلام وحضرتك هتفهمني كويس قوي لما تكون من النادي فاهم المشاعر. حضرتك تفضلت وقلت ان احنا واخدين ما شاء الله 18 بطوله من العاب الثلاثه، وان شاء الله الدوري قريب باذن الله جدا، و و و و والتجمع والانجاز المهول، نادي على يعني على اعلى مستوى، مش عشان هو نادينا، هو فعلا نادي من ارقى ما يمكن، كل اللي حضروا الافتتاح قالوا هذا الكلام. لكن انا بقى كعضو مجلس اداره او كمسؤول في النادي، اتاكد حضرتك ان كلامي ده يسري على كل الاعضاء، واقوله كابتن محمود كرئيس نادي، احنا ما بنفكرش في ال 18 بطوله خالص. الاربعه راحوا ليه؟ هي انما يروحوا هو ده النادي الاهلي، اكيد حضرتك فاهمني اكثر من اي حد. صحيح. حضرتك كنت بتمثل النادي وابن النادي ولاعب النادي، فاكيد كنت حضرتك لما تاخد بطوله ما حصلتش حاجه قدام او 10 بطولات ليه ما اخدش ال 11؟ صحيح. الانجاز اللي حضرتك بتتكلم عليه وشرفتني بيه وهو التجمع. تجمع شيء رائع وراقي ومحترم، وبقاله 4 سنين بيتعمل الحمد لله، تم على افضل وجه. لكن بنفكر وحاليا ان شاء الله حضرتك هتسمع قريبا، احنا نسينا التجمع وفي افرع اخرى بنفكر فيها، في انجازات اخرى لاعضاء النادي. هو ده النادي الاهلي، هو ده رجال النادي الاهلي، ده هم شالوا النادي الاهلي من 1907. حقيقي. النادي الاهلي ربنا حباه برجال، مش النادي الاهلي مش لازم نقول ان هو افضل، هو ربنا اكرمه برجال مختلفين عن الاخرين، وعلى مدار السنين بيسلم ده بيسلم ده وبيعلم ده، احنا جميعا اتعلمنا والاكبر مننا اتعلمه من الاكبر منه. فاحنا دلوقتي ما بنفكرش في ال 18، بنفكر في الاربعه ليه راحوا، لازم نعالج الخلل اللي خلاهم يروحوا. التجمع بنفكر في افضل منه واكثر منه، النادي الاهلي لازم يكون في كل نقطه في مصر ان شاء الله. ان شاء الله دكتور محمد، انا بهني حضرتك وان شاء الله القادم دائما يكون على افضل وجه. انا بشكرك جدا جدا دكتور محمد شوقي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي.